السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا وأصحابنا وأصحابنا القناة. طبعا أنا بعتذر علشان بقالنا فترة طويلة ما نزلناش فيديوهات، بس والله غصب عني بصراحة، يعني كنت مصاب بالكورونا ولغاية دلوقتي أنا دلوقتي في الحجر الصحي. المفروض النهاردة 8 يوم ليا، بس زهقت زي ما تقول كده، قلت احاول اطلع اعمل اي حاجه. طبعا معزول في اوضه لوحدي، فاي حد برضو يحس باي اعراض ولا حاجه يا ريت يبقى على جنب مع نفسه عشان برضو ما يعرضش اي حد تاني للخطر. وطبعا نراعي برضو اي تعليمات بالنسبه للوقايه وبالنسبه لاي تعقيمات او حاجه زي كده، فاعذروني والله غصب عني. ده جزء. الجزء التاني، انا قلت اطلع شوية كده، كان في شوية حاجات في العدة بتاعة الصيد عندي عايزة تتظبط. فالجربندايه زي ما احنا شايفين كده دي الصغيرة، تمام. انا طبعا قاعد على السطح، اوضة صغيرة كده عاملها للعدة ديت. كان الجزء بتاع الجلد اللي ماسك القرايل هنا ده كان في جزء منه مفكوك عملته، والجيركن اللي جوه كان بيسرب ميه، الجيركن الداخلي كان بيسرب ميه، تمام. اللي هو ده الجيركن القديم، فجبت جيركن جديد كان موجود عندي وقصيت الجزء اللي فوق بتاعه اللي هو ده، تمام. ده الجزء العلوي منه قصيته، شلت الوش بتاعه، طبعا ده الغطا هنا اهوت، ماشي. انا شلت الجزئية ديت بتاعت الفيل باللزق بتاعها، جزء الغطا ده كله شلته كده، وشلت الجيركن الداخلي وغيرته زي ما احنا شايفين كده بجيركن جديد. وبعد كده حطيت العازل بتاعه من الجنب تاني ورجعت الوش ولزقته من اول وجديد، فكده يعتبر راجع الجديدة تاني. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن اي حد يصين اي حاجة عنده في البيت وهو قاعد كده، لو فاضي ما رويش حاجة وهو قاعد كده بيعملها، ما بيحتاجش ان هو يغير. فيا جماعة معلش هو فيديو صغير، بس اعذروني لان انا برضو لسه ما استردتش عافيتي قوي. ادعوا لنا كده ودعواتكم معانا باذن الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونخلص فترة الحجر الصحي، وان شاء الله نرجع نعمل فيديوهات تاني ونظبط نفسنا على المية ونشوف احلى فيديوهات صيد بامر الله مع بعض. فدعواتكم معانا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.